السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني عشر مع مادة الأحياء، مع مادة الأحياء الممتعة. كنا قد شرحنا معكم في الحلقات الماضية عن الإخصاب والحمل والجنين وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الولادة ومراحل الولادة. الآن وصلنا معكم إلى موضوع الرضاعة الذي هو عنوان حلقتنا اليوم. سنتكلم عن موضوع الرضاعة الطبيعية وأهمية الرضاعة وآلية حدوث الرضاعة الطبيعية وسنتكلم بعد ذلك عن التوائم وحتى نستغل الحلقة سنبدأ بموضوعنا الأول وهو الرضاعة يقول الله تعالى في كتابه العزيز "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" لمن اراد ان يتم الرضاعه. طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر هنا بالنسبه للانسان ان تكون رضاعته الطبيعيه حولين كاملين وحليب الام يعد الغذاء المثالي للطفل المولود لاحتوائه على كل العناصر الغذائيه الضروريه التي يحتاج اليها الطفل في هذا العمر يعني الغذاء الحليب الصناعي لن يكون بنفس مكونات ولن يكون كمثل حليب الام، حليب الام هو طبعا غذاء مثالي يحتوي على كل العناصر الضروريه التي يحتاج اليها الطفل. ياخذ الطفل بعدها في التعود، طبعا الطفل سيبدا يعود خلال هذا العامين، طبعا في الشهر الرابع او السادس، يعود بتناول الوجبات تدريجيا. حتى طبعا يبدا بعد ذلك يعتمد على نفسه في الغذاء. طبعا يتم افراز الحليب من الغدد اللبنيه في ثدي الام، اللذين يتكون كل منهما من حوالي 15 الى 20 غده، ترتبط ببعضها على شكل عنقودي، هذه الان غدد، الان هنا معنى غدد لبنيه موجوده ترتبط مع بعضها طبعا اللي هي هنا جميعا وموجوده بشكل عنقودي موجوده بشكل عنقودي تزداد حجما اثناء الحمل طبعا هذه الغدد اللبنيه اثناء الحمل يتم الحمل يتم تحفيزها عن طريق طبعا هرمونات فتزداد تحت تاثير هرمون البرولاكتين والاكسوتوسين نحن ذكرنا الاكسوتوسين في الولاده كذلك الاكسوتوسين نذكره في الرضاعه في الرضاعه تنتج زياده الزياده في حجم الثديين من ترسب الدهون فيهما وزياده الدم الوارد اليهما يعني هذا سبب الزياده ان الدهون تترسب فيها وزياده الدم الوارد اليها طبعا نتيجه التحفيز الهرموني وهذا استعدادا طبعا اثناء الحمل استعدادا من اجل انه يبدا الجنين بعد ال... بعد الولاده مباشره تكون طبعا الغدد اللبنيه قد استعدت من اجل اعطاء حليب لهذا الطفل أو... الذي هو عباره عن حليب الام او واول وجبه غذائيه كما قلنا في المره الماضيه، هذا بالنسبه طبعا للثدي وما يوجد فيه داخل الام من غدد لبنيه وقلنا انها موجوده بشكل عنقودي موجوده بشكل عنقودي، قبل ان ناتي الى اليه تنظيم الرضاعه سنعود الى الكتاب طبعا هناك وطبعا الكتاب نفس الشيء وضح هذا الكلام معكم الكتاب اللي هي اليه الرضاعه هذه قال لك يتم افراز الحليب من الغدد اللبنيه في ثدي الام اللذين يتكون كل من حوالي من 15 الى 20 هذا الغدد اللبنيه اللي موجودة على شكل عنقودي كما الآن احنا قلنا وطبعا هذه تحت تأثير كما قلنا البرولاكتين والأكسوتوسين وطبعا سنأتي الآن للحديث عن آلية تنظيم آلية تنظيم هذه آلية تنظيم اللي هو الرضاعة كيف يتم تنظيم الرضاعة ولماذا يستمر مثلا حولين كاملين ماذا لو تم فطم الطفل بعد عام مثلا بعض الأمهات بسبب من الاسباب قد تفطم طفلها بعد عام من الرضاعه. ماذا سيحدث؟ لماذا لا يستمر انتاج الحليب؟ هذا طبعا الذي سنتكلم عنه الان اللي هي اليه تنظيم افراز الحليب. نبدا اولا بمص الطفل لثدي امه. عندما يقوم الطفل بمص ثدي امه بالتقام ثدي امه واخذ الحليب. سيبدا هذا الشيء معنا أن يولد باستمرار إشارات عصبية للحبل الشوكي سيذهب إلى الحبل الشوكي والحبل الشوكي سيرسل رسالة إلى تحت المهاد بمعنى أنه عندما يلتقم الطفل ويبدأ بمص الحليب من ثدي أمه سيرسل رسالة عبر الحبل الشوكي إلى تحت المهاد تحت المهاد لدى الأم هذا الان تحت المهاد ماذا سيحدث؟ تحت المهاد سيحفز الفص الخلفي للغده النخاميه سيحفز الفص الخلفي للغده النخاميه في ماذا؟ سيحفز الفص الخلفي من اجل افراز هرمون الاكسوتوسين هرمون الاكسوتوسين سيؤدي الى أن يذهب الى الغدد اللبنيه ويقوم بادرار الحليب هذا بالنسبه لآلية تنظيم آلية التنظيم، نعيد مرة ثانية نعيد هذا الكلام المهم الطفل يأخذ ويرضع من ثدي أمه ويأخذ الحليب سترسل الإشارة إلى الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي إلى تحت المهاد ومن تحت المهاد طبعاً سيحفز الفص الخلفي للغدة النخامية لإنتاج هرمون الاكسوتوسين طيب لو أن واحد رقم واحد الخطوة رقم واحد هذه لم تحدث ما حدثت الخطوة رقم واحد ماذا سيحدث لو أن الطفل لم يقوم بمص ثدي الأم هل سيحدث هذا الكلام جميعا طبعا لا المحرك الأول لهذا كله هو أن الطفل يقوم بالرضاعة إذا ما قام بالرضاعة ما تحقق هذا اللي هو مص الطفل لثدي امه فانه هذا الشيء سيؤدي الى عدم ارسال اشاره الى الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي الى تحت المهاد ومن تحت المهاد الغده النخاميه الفص الخلفي وبالتالي لا يحدث انتاج الاكسوتوسين فمعنى اخر لماذا بدانا هنا بالخطوه رقم واحد؟ لانه هو هذا المحفز من اجل ادرار الحليب وانتاج الحليب. هناك هرمون اخر لم يذكر في الشكل ولكن ذكر في الشرح ما هو الهرمون؟ هو هرمون البرولاكتين من اين ينتج؟ من الفص الامامي بمعنى ان الفص الخلفي هذا فص الامامي الفص الامامي ينتج هرمون البرولاكتين هرمون البلو البرولاكتين هرمون البرولاكتين يفرز من الفص الامامي بنفس الكلام الذي نحن الآن نذكره للأكسوتوسين أي بمعنى أنه بالتقام الطفل لثدي أمه يقوم طبعا ومص الحليب يرسل إشارات إلى طبعا هنا تحت المهاد ويتحفيز طبعا اللي هو إنتاج هرمون البرولاكتين لأنه هنا ذكر الكلام حيث أن امتصاص المولود للحليب ينبه تحت المهاد ليحفز الفص الأمامي للغده النخاميه لافراز البرولاكتين كما يحفز الفص الخلفي، يعني يتم تحفيز الفصين للغده النخاميه بنفس الكلام للاكسوتوسين سيكون للبرولاكتين نفس الكلام اي انه تحت المهاد يحفز هذا يحفز هذا بشرط حدوث عمليه الرضاعه واخذ الحليب من قبل الطفل من قبل الطفل من عند الام فهذا الشيء سيؤدي الى استمرار في انتاج الحليب. واستمرار في إنتاج الهرمونات طيب ولكن إذا توقف الطفل عن الرضاعة فطم هذا الطفل فمعنى ذلك أن هذا الكلام سيتوقف ويتوقف إنتاج البرولاكتين ويتوقف إنتاج الأكسوتوسين وبالتالي لا يتحقق معنى اللي هو إنتاج الحليب وإدرار الحليب هذا طبعا آلية تنظيم اللي هو الرضاعة الطبيعية آلية تنظيم الرضاعة الطبيعية معنا وهذا اللي نحن الان كنا نشرحه الان ننتقل الى موضوعنا الاخر فوائد الرضاعه الطبيعيه. ما هي فوائد الرضاعه الطبيعيه؟ الرضاعه الطبيعيه توفر للطفل توفر للطفل مناعه ضد الكثير من الامراض والحساسيه الناتجه من استخدام الرضاعه الصناعيه او الحليب الصناعي. الرضاعه الطبيعيه إذن هذا مهم للجهاز المناعي الرضاعة الطبيعية، أي أنه تعطي مناعة أكثر وتوفّر له حماية. شيء آخر تكسب الطفل حنان أمه وتساعد على توثيق العلاقة بين الأم وطفلها. يعني الأم الذي ترضع طفلها طبيعي يكون هذا الطفل أكثر حنانا لأمه من الطفل الذي طبعاً يرضع رضاعة صناعية. تقوي عضلات وجه الطفل وفكيه وفمه تجعل العضلات في الفك وهنا وطبعا والفم والفكين تكون قوية نتيجة أن الطفل يقوم بالرضاعة الطبيعية تزيد من كمية إفراز وإدرار الحليب من الأم هذا يساعد على أن ينتج الحليب بشكل أكثر تعمل على تقلص عضلات تقلص رحم الأم المرضع وهو ما يجعل الرحم يعود الى حجم ووضع الطبيعيين يعني الام اللي ترضع طبيعي رحمها وعضلاتها وهنا ان التقلص الرحم يعود الى وضع الطبيعي بشكل اسرع وهذا طبعا مفيد للام بعد الولاده الشيء الاخر قد تؤخر حدوث حمل جديد وتقلل من احتمالة الاصابه بسرطان الثدي بمعنى أنه قد يؤدي هذا الشيء لأنه عدم تحفيز إنتاج هرمون FSH، وبالتالي يتأخر عند حمل جديد. والشيء نتيجة ارتفاع الأكسوتوسين الشيء الآخر يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي. وهذا طبعاً سرطان الثدي الآن يعني كثيراً ما نسمع عنهم. وبالتالي الأم التي ترضع طفلها طبيعي هي أقل إصابة من بسرطان الثدي من الأم التي ترضع صناعي يعتبر الحليب الصناعي سببا لسوء الهضم والإسهال والعدوى بأمراض أخرى تقعد الطفل يقرر بنفسه متى يرضع وكمية الحليب التي يعني الحليب الصناعي يفرض على الطفل في أوقات معينة مثلا أنه يأخذ هذا لكن هنا في الرضاعة الطبيعية الطفل هو الذي يقرر بالكمية التي يريدها والوقت الذي يناسبه من اجل الرضاعه، وهذه كلها من فوائد الرضاعه الطبيعيه، وطبعا الرضاعه الطبيعيه هناك فوائد كثيره بامكانكم الان ان تعودوا اليها وتبحثوا عنها وفوائد الرضاعه والاطباء دائما يتكلموا عن هذه الفوائد اللي هي فوائد الرضاعه الطبيعيه. ناتي الى الاسئله التي وردت حول الرضاعه. يوضح المخطط الاتي تأثير هرمونين في عملية الولادة تأثير هرمونين في عملية الولادة والرضاعة الولادة والرضاعة الآن معنا هذا تحت المهاد أنا دائما أنظر للشكل أحاول أقرأ الشكل أشوف ما هو موجود في الشكل ثم أبدأ أشوف الأسئلة ما أستعجل في الاختبار وإنما أحاول أن أنظر حتى أتوصل للإجابة هذا هرمون الأول أتى من الفص الخلفي للغدة النخامية أثر على الطفل اللي هو على عضلات الرحم وأثر على غدد اللبنية وهذا هرمون غير من الفص الأمامي اسمه واي هنا وهذا هرمون اكس ذهب وأثر على الغدد اللبنية وهذا اللي هو مص الثدي للأم للثدي للام ادى الى اللي هو تحفيز تحت المهاد. الان السؤال سمي الهرمون المشار اليه بالرمز واي. ما هو الهرمون؟ الهرمون هنا مذكور الفص الامامي. الفص الامامي هو هرمون رضاعة الان عندي رضاعه وهذا اللي احنا تكلمنا عنه هرمون البرولاكتين. مباشره نحن شرحناه قبل شويه، قلنا انه هذاك في الشكل في الكتاب، قلنا انه هناك برولاكتين. طيب ما تاثير الهرمون المشار اليه بالرمز اكس في عضلات جدار الرحم؟ ما هو هرمون اكس؟ قادم من الفص الخلفي ما هو؟ هو الاكسوتوسين يحفز انقباض عضلات الرحم هذا بالنسبه لعضلات الرحم يؤدي الى انقباضها حدوث الانقباضات يمكن ان يصف الطبيب الهرمون المشار بالرمز اكس للمراه التي تعاني من صعوبه في عمليه الرضاعه على هيئه بخاخ انفي ما تأثير الإيجابي لهذا البخاخ في الغدد اللبنية؟ أنا أذكر تأثير هرمون الأكسوتوسين على الغدد اللبنية بخاخ أو أي شيء حقنة أي شيء المهم اللي يهمني أن الآن أنا هذا الهرمون اكس الأكسوتوسين ودوره، دوره ماذا؟ يحفز الغدد اللبنية من أجل إنتاج أو إدرار الحليب الغدد اللبنية في الثدي فهذا هرمون اكس وتحفيزه ودوره طيب فسر مواظبة الأم على الرضاعة يفيد الرحم هذا ذكرناه قبل شوية ما هو دوره الرضاعة الطبيعية هذا سيؤدي إلى حدوث ما هو طبعا تقلص عضلات جدار الرحم أي يعني أنه يعود إلى وضعه الطبيعي هذا وذكرنا هذا من فوائد أنه هذا طبعا يجعل اللي هو تقلص رحم الأم المرضع وهو ما يجعل الرحم يعود إلى حجمه ووضعه الطبيعيين فهذا جميعا طبعا اللي هي قال لك فسر رقم أربعة سؤال آخر يوضح المنحنى الآتي التغير الذي يطرأ على هرمون البرولاكتين قبل الولادة وبعدها هرمون البرولاكتين اللي هي قبل الولادة وبعدها الآن هذا هرمون البرولاكتين هنا نحن ذكرنا البرولاكتين ذكرنا البرولاكتين في الرضاعة من أي فص أمامي أو خلفي فص أمامي كل شيء هذا لازم أنت في الامتحان تكون وأنت رايح هناك عارف هذه الأشياء طيب أنظر للشكل أنا هذا الشكل ما عندي في الكتاب هذا شكل جديد علي الآن أشوفه في الامتحان أبدأ أدرس هذا الشكل حتى أصل إلى الإجابة فهنا معي هذا أنه مص الطفل لثدي أمه هذا قبل الولادة كان هرمون البرولاكتين يرتفع نزل لانه لا يمص ثدي امي عندما يمص الطفل للثدي سيؤدي الى ارتفاع هنا وارتفاع هنا لاحظ معنا ان ارتفاع وهنا ارتفاع انا اشوف هذا الشيء ثم اتي بعد ذلك اي من الاستنتاجات الاتي تنطبق على المنحنى يحفز مص الطفل لثدي امي زياده افراز هرمون البرولاكتين هذا صح انطبق قبل شوي كنا نقوله ينخفض افراز هرمون البرولاكتين قبل الولاده واثناء الرضاعه، ينخفض قبل الولاده او قبل الولاده يرتفع. و... واثناء الرضاعه ينخفض؟ لا، اثناء الرضاعه هذا الان لاحظ انه يرتفع، اذا هذا خطا. يحفز مص الطفل لثدي امه انخفاض افراز هرمون البرولاكتين، هذا هذا الان ارتفاع وليس انخفاض، اذا هذا الكلام خطا. اللي بعده يزيد افراز هرمون البرولاكتين مع توقف الطفل عن مص امه يزيد اذا توقف لا اذا توقف لاحظ المنحنى ينخفض اذا الاجابه الصحيحه هذه فدائما الطالب ينظر الى الكلام المعطى وشرح الكتاب اللي احنا الان قبل شويه نشرحه وان شاء الله توصلوا الى الاجابه اتوصلوا الى الاجابه نكمل معكم يوضح الرسم البياني الاتي التغيرات في هرمون الأكسوتو الأكسوتوسين أثناء مص الطفل ثدي أمه شوف الشكل دائما أشكال الطلاب يقولوا الأحياء واجد أشكال لازم أن الأحياء الآن أنت عندك رسومات شوف الكتاب قلب الكتاب كلها رسومات وأشكال فهذا تقدر أن توظف منها أسئلة تأتي في الاختبارات الآن أنا أشوف الشكل حتى أصل إلى الإجابة قال هنا عندي التغيرات في هرمون الأكسوتوسين أثناء مص الطفل ثدي أمه طيب الآن عندي هذا بكاء الطفل صح؟ هنا ارتفع ثم نزل هنا الآن بدأ عندي هذا الخط المنقط هنا المفتاح قال اللون الغامق هذه فترات مص الطفل للثدي اللون الفاتح توقف الطفل عن مص الثدي هذا هذا يتم فيها رضاعة هذه توقف لا هذه لا هنا لا يعني ماشي رضاعة وهنا لا هذا ما أعطاه أنا الآن قال أي من استنتاجات لاحظ الآن هرمون الأكسوتوسين هنا ارتفع صح وهنا ارتفع وهنا ارتفع, وهنا ارتفع هنا, انخفض هنا انخفض هنا انخفض مرة يزيد ومرة يقل مرة يزيد ومرة يقل هذا الآن أنا الشكل أشوف وهنا عندي رضاعة وعدم حدوث رضاعة رضاعة وعدم حدوث رضاعة مص وعدم مص الثدي أي من الاستنتاجات الآتية صحيحة يؤدي بكاء الطفل إلى انخفاض إفراز هرمون الأكسوتوسين هذا الكلام خطأ بكاء الطفل وارتفع بمرة إذا هذا الكلام خطأ يؤدي ماص الطفل ثدي أمه إلى انقطاع إفراز هرمون الأكسوتوسين هذا الكلام خطأ انقطاع وهنا عندي أنا لا هنا عندي شيء ارتفاع إذا هذا الكلام خطأ يؤدي مص الطفل ثدي امي بشكل متقطع الى زياده افراز هرمون لوكسوتوسين هذا الكلام صح انه بشكل متقطع الى زياده هو الان ما متابع مره نعم ومره لا كما الان كتبنا هنا وضحنا هذا الكلام اذا هنا معنى يؤدي بكاء الطفل ومص ثدي امه الى انخفاض افراز هرمون لوكسوتوسين وهذا الكلام خطا فكل هذا الكلام أنا في الامتحان حاول أن أصل إلى الإجابة الصحيحة من خلال الشكل ومن خلال شرح الكتاب اللي موجود معنا ونحن شرحناه قبل شوية نأتي إلى موضوع التوائم ماذا يقصد بالتوائم؟ التوائم هو أن يولد أكثر من طفل وطبعا في بعض الكائنات يكون هذا الوضع طبيعي وفي الإنسان يندر هذا الشيء أنه يولد اثنين أو ثلاثة أو أربعة وبعض الاحيان نسمع سبعه انه ولدوا ويستغربوا الناس ما شاء الله سبعه ما شاء الله فالمهم تتميز بعض الثدييات المشيميه بانها تضع اكثر من مولود في المره الواحده وتعرف هذه الظاهره بتعدد المواليد وفي بعض الكائنات مثل الانسان يندر هذا الشيء يندر هذا الشيء انواع التوائم التوائم انواع التوائم انواع, التوائم أنواع منها متشابهه مو يعني متشابهه يعني انهم اثنين يولدوا نفس الجنس ومتشابهين لدرجه انك ما تعرف تميز بين هذا وبين ذاك حتى تلقى واحد انت ايش اسمك فلان ولا فلان قال لا انا اخلط بينكم ما اعرف انا انتوا متشابهين لا انا فلان وهذا يقول انا فلان فهذا نتيجه طبعا انه تشابه كبير بينهم هي توائم اصلها بويضه واحده بويضه واحده خصبت بحيوان منوي واحد فقط هذا اصلهم هذا خصبت بحيوان منوي واحد إلا أنها بعد ذلك في مرحلة يسميها البلاستيولا ونحن ذكرناها هذه المرحلة تنقسم هذه الكتلة إلى قسمين تكون هنا جنين وهنا جنين هذه مراحله هذه عبارة عن التوائم المتشابهة أصلها نفس الحيوان المنوي وأصل نفسها البويضة فنقول هنا إلا أنها في مرحلة البلاستيولة انقسمت إلى كتلتين يتكون كل منهما من كل كتلة جنين هذا انقسمت قسمين وأعطى وأعطت كل واحدة جنين كل واحدة تشبه كل واحد يشبه الآخر لماذا لأنه نفس المادة الوراثية قادمة من نفس الحيوان ونفس البويضة هذا نسميه توائم متشابهة نكمل هذا عندكم صورة الكتاب وهي طبعا توضح توائم متشابهة وهذا طبعا عندنا حيوان منوي وبويضه خصبت هذه البلاستيولا وانقسمت الى قسمين اللي احنا الان قلنا مهم نعرف انه لهم مشيمه واحده. ومهم ان نعلم انه لهم غشاء كريوني واحد. شوف هذا اللون الابيض غشاء كريوني واحد ومشيمه واحده. ومهم ان نعلم انه لكل واحد غشاء اميوني، هذا غشاء اميوني وهذا غشاء اميوني. لكل واحد غشاء أميوني مستقل فالغشاء الأميوني مستقل المشيمة واحدة مشيمة واحدة حال اثنين غشاء كريوني واحد حال اثنين فهذا بالنسبة للجنين مهم أن نعلم أن جنسهم هذا يكون متشابه يا ذكور يا إناث ما يمكن واحد ذكر واحد أنثى هذا الاثنين مهم أن نعلم أن هؤلاء صفاتهم الوراثية متشابهة ستؤدي إلى تشابه في الصفات الوراثية ما بينهم، فصيله الدم نفسها كل شيء نفسه، كل شيء نفسه، لماذا؟ من ناحيه وراثيه، لماذا؟ لانه طبعا قادمين من نفس الحيوان المنوي ونفس البويضه. ناتي الى الاخر، التوائم الغير متشابهه. تنتج من بويضتين اخصبت كل منهما بحيوان منوي مستقل. يعني هذه بويضه وهذه بويضه. وهذا حيوان منوي وهذا حيوان منوي وكل واحد خصبت كل بويضة خصبت بحيوان منوي مستقل ماذا حدث؟ حدث معنى أنه تكون هنا جنين وهنا جنين وهذا جنين وهذا جنين جايو جنينين هذا اللي يسمون توائم أخوية يعني حالهم حال أي إخوة مولودين آه هذا الأول وهذا رقم اثنين في الولادة هذا فقط جمعهم حمل واحد هل يوجد تشابه بينهم؟ طبعا مثل الإخوة بينهم تشابه ربما تشابه لكن ما يكون مثل التوام متشابهه في الص... الاولى الحاله الاولى هل يكون بينهم تقارب كبير جدا في الصفات هنا يمكن يتشابهوا شويه نتيجه انهم اخوه من نفس الام ونفس الاب من ناحيه المشيمه طبعا المشيمه هنا وحده وهنا وحده لكل واحد مشيمه مستقله من ناحيه الغشاء الكريوني كل واحد غشاء كريوني مستقل غشاء كريوني مستقل. من ناحيه الغشاء الاميوني كل واحد غشاء اميوني مستقل وغشاء اميوني مستقل، وهذا مهم نعرفه. طبعا الجنس هل يتشابه الجنس؟ ليس بالضروره، يمكن يكون الاثنين ذكور، يمكن يكون الاثنين, الاثنين اناث، يمكن هذا ذكر وهذا انثى او هذا انثى وهذا ذكر، هذا كله احتمال وارد وطبعا هذا يقدر الله سبحانه وتعالى، فهذا بالنسبه للتوائم غير المتشابهه والتي طبعا كل واحد أتى وخصب من بويضة مستقلة وحيوان منوي مستقل هذا نفس الكلام اللي معنى إنه هذه بلاستيولا وانقسمت وقط متشابهة هذا حيوان منوي وبويضة حيوان منوي وبويضة هذا وحيوان وبويضة واحدة وخصبت وأتى منا جنين وجنين وهنا تكون معنا جنينين هذا مشيمة واحدة هذا مشيمتين غشاء كريوني واحد غشاء كريوني اثنين هنا طبعاً هنا غشاء أميوني اثنين، هنا غشاء أميوني اثنين، هذا مهم نعلمه. طبعا هنا عندنا أكمل الجدول سوينا مقارنة ما بين التوائم المتشابهة وغير المتشابهة. عدد البويضات المخصبة هنا واحد، هنا اثنين. عدد الحيوانات المنوية هنا واحد، هنا اثنين. عدد المشيمة هنا واحد، هنا اثنين. عدد الغشاء الأميوني هنا اثنين، هنا اثنين. كل واحد خشاء ميوني مستقل سواء متشابه أو غير متشابه اللي بعده هنا الجنس هنا متشابه هنا ليس بالضرورة متشابه الصفات الوراثية هنا متشابهة هنا ليس بالضرورة متشابهة هذه مقارنة بينها نأتي إلى النوع الثالث والأخير اللي هي التوائم السيامية ماذا يقصد بالتوائم السيامية؟ هذا النوع من التوائم نادر الحدوث وهي توائم متشابهة نادرة الحدوث حيث يكون الجنينان ملتصقين من الناحية البطنية أو الظهرية ملتصقين شوف الصورة ملتصقين بينهم التساق لماذا سميت توائم سمي سيامية لأنها سجلت أول حالة هذه بهذا النوع في سيام عام 1811 في منطقة سيام فعرفت بالتوائم السيامية هل يمكن الفصل بينهما؟ نعم في حالات تم الفصل بينهما بعمليات طبعاً وتم الفصل بين توائم سيامية. فبعض هذا طبعاً أطباء ولهم اختصاصهم في هذا المجال ونجحت كثير من المحاولات من أجل فصل توائم سيامية. طبعاً أخيراً نشكركم على الاستماع وأحسنتم وجزاكم الله خير وصلنا إلى نهاية حلقتنا. ونكون بذلك قد انهينا معكم هذه الوحده، بقى بعض التقانات التي هي طبعا بامكانكم ان تعودوا اليها في الكتاب التي هي متعلقه بهذا الفصل، اشكركم وجزاكم الله خير واحسنتم والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.